مع تعليم مفتوح ان هو سمعته مش سمعته هو بس التعليم عامة في مصر كله تعبان يعني فهي مش ناقصة حاجة تعبانة تاني. معرفش حاجة اصلا هو يعني ايه يعني تبع الجامعة ولا تبع المدرسة ولا تبع انا اعرف ان التعليم المفتوح الجامعات المفتوحة التعلم على حسابك يعني ادي التعليم المفتوح يعني انا بسمع عنه كتير وكنت انا اصلا انا نفسي كنت هخش ومفيد الناس او مثلا ما كملتش تعليمها او مثلا عايزة اكمل أو تستفاد من وقتها أو مفيد. التعليم المفتوح جايز يكون فيه سلبيات بس فيه مميزات حلوة إن الطالب بيقدر يستفيد من التعليم المفتوح لرينج معين ليه كلمات معينة ليه تدريج معين ليه كل حاجة معينة. أما بالنسبة للتعليم المصري الحمد لله بلا فخر التعليم المصري لا يوجد أي فيه نوع من أنواع التعليم على الإطلاق خالص. لو مفيد هو مفيد لو بياخد من السنة والصنايع بيدي الكليات اللي هي التعليم العالي زي حقوق تجارة صيدلة بس هو بالنسبة اللي هم قفلوه ده قرار خطأ يعني اللي هم يقفلوه لأن وقف حال ناس كتير. التعليم المفتوح انا كنت عارف ان هو مثلا من يعني بعد ما تخلص دبلوم او سنوات خمس سنين تقدر تخش تعليم مفتوح دلوقتي هو اتلغى بس كان المفروض ان هو ما يتلغيش لان في اي في ناس مثلا ظروفها في الوقت ده ما كانتش تسمح ان هي تخش مثلا جامعه او مطمح بس هي فيما بعد عايزه تحسن مثلا مستواها في الشغل او في تحسن مستواها في المجتمع فبعد خمس سنين بتحاول ان هي تخش بقى تعليم مفتوح عشان خاطر ان هي تكمل. مين ما يعرفوش دلوقتي كل طالب او كل طالبه او كل ولد او بنت فشلوا في التعليم العادي او اخذوا تعليم متوسط التحقوا بالتعليم المفتوح اللي التحق وانتسب واخذوا شهادات وعليوا في اماكنهم على علم يعني جيد بالاشخاص اللي عملوا كده.